تركيا تستعد لإطلاق طائرة هجومية مسيرة تم تطويرها خلال العام القادم 2021. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أفادت وزارة الدفاع الصناعية التركية أنه تم تطوير طائرة جوية هجومية بدون طيار محلية الصنع والتي يطلق عليها بيرقادار أكانجي، وأشارت الوزارة أنها تستعد لإطلاق الطائرة في الساحة القتالية مع حلول العام القادم 2021. وفي هذا الصدد يشير سلجوق بيرقادار الرئيس التقني بالوزارة إلى أن الطائرة الهجومية ستبدأ عملها في العام 2021، وأوضح أنه تم إنهاء النموذج الثاني منها، لافتا إلى أن النموذج الثالث قيد الإنتاج وأنهم يعملون على تصنيع المزيد منها في سلسلة الإنتاج الخاصة بها، وأضاف بأن الطائرة لا تزال في حيز التطوير والاختبار وأنهم مستمرون في تحقيق أهدافهم للعام القادم. وأوضح بيرقادار بأن هذه الطائرة تختلف عن نظيراتها بمنظومتها المطورة، وأشار إلى أنه بفضل وزارة الدفاع الصناعية تعمل الشركات المصنعة جميعها على تطوير النموذج الجديد، ولفت إلى أن شركة روكتسان تعمل على تطوير المنظومة الصاروخية للطائرة، كما تسعى شركة توبيتاك لتطوير الأنظمة التكنولوجية للطائرة، وكذلك شركة أسلسان تجتهد في تطوير نظام الرادار. وذكر أنه بهذا العمل الجماعي ولدت تلك الطائرة الهجومية الجديدة بميزاتها الخارقة والتي تعمل عن طريق التحكم المحوسب. ويذكر أن الطائرة بدون طيار تم استخدامها من قبل قوات البحرية في بحر إيجا والبحر المتوسط ولا تزال تحت الخدمة حتى الآن. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.